أربعة أيام وتبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد. ليست واضحة معالم الطريق نحو خاتمة الاستحقاق الرئاسي، والحكومة التي يفترض بها إمساك الصلاحيات الرئاسية في حال الفراغ لم تشكل بعد، وهنا تكمن نقطة الاشتباك بين رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشيل عون، طالما أن تشكيل الحكومة لا يزال متعثراً بفعل الشروط والشروط المضادة. توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بيد الرئيس ميشيل عون، وبالتالي هو بيد الوزير جبران باسيل، والوزير جبران باسيل كما يبدو لا يريد الوصول إلى حكومة إلا إن كانت وفقا لشروطه، والتي كان آخرها أن تسند إليه حقيبة وزارية شخصيا، وأن تسند حقيبة العدل إلى مستشار رئاسة الجمهورية سليم الجريصاتي، إضافة لهما أربع حقائب وزارية أخرى. أعزائي اللبنانيات، عدم انتخاب رئيس وعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء العهد الحالي نهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل قد يدخل البلاد في فوضى دستورية وسياسية في أحلك ظروفها الاقتصادية. ما في نص بيقول أنه فخامة الرئيس بيبقى بعد مهلته بالقصر الجمهوري، جيد، بس ما في نص كمان بيقول أنه حكومة مستقيلة بتستلم صلاحيات فخامة الرئيس. هودي الموضوعين ما فيك انت تجي تزكي موضوع على اخر. هودي الموضوعين لازم ينظر لهم من نفس المقاربه، انه ما في نص دستوري بيحكي فيهم، ولكن هودي واصلين لهم. نحن شو بنعمل؟ ما في نيه لاي تشاور. إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأطلاق مسار الإنقاذ يحتاج إلى انطلاقة سياسية جديدة مع رئيس يكون مفتاحاً للحلول كما يعتقد مراقبون كثيرون هنا. أما الدخول في الفراغ فذلك مؤشر سلبي على كل الأصعدة. شهران مفصليان مرتقبان في الحياة السياسية اللبنانية وفي الواقع العام المهترئ، فهل تأتي كلمة السر في ربع الساعة الأخير، أم أن الفوضى ستأخذ مداها في الأشهر القادمة؟ ليال خروبي، اليوم، بيروت.